يقول لك الاستشاري اللي نبيهم قانونيين وتخطيط واداريين وصحه واعلام واتصالات وماليه واقتصاد وتعليم وثقافه ورياضه مجالات. يعني حتى الرياضه بعد مستشار. هلا بيطق كوره؟ احنا الرياضه كلها ياخذونها محترفين عندنا من افضل. هذه امس احنا كنا منافسين ونروح كاس العالم. هاي كلها بحرينيين صواعد بحرينيه. انت تشوفي دول الخليج تشوفي المستشارين مالهم بحرينيين. حتى في امريكا عندنا اطباء ترى اللي هني في البحرين يضايجونهم. احنا مشكلتنا هني اذا انت صرت افضل من وزيرك يضايجك الوزير يطلعك او من مسؤولك. وهذا اللي حاصل.